اكبر المشاكل يعني هذا احنا ما بنتكلم فيها كابتن، ترى قطاع الناشئين والشباب قسما بالله في ناس ما تخاف الله صادق، تيجي تمسك يعني الولد بدل ما تعلمه كيف يلعب كيف يتمركز كيف لا يعلموه ويضغطوا لازم يفوز، يعني هذه الفئات المفروض ما تطالبوا بالفوز 100%، انت تطالبوا في المستوى بس. وهذا وانا تاكيد لمحمد نور، انا اول يوم استلمت فيه في نادي النصر من الاشياء اللي انا تكلمت فيها مع الفئات السنيه قلت له ما ابغى منك بطوله، مو مطلوب منك انك انت تجيب لي بطولات في الفئات السنيه، انا اللي مطلوب منك انك انت بتطلع لي في السنه من لاعب للاعبين يقدر يلعب في الفريق الاول، انا هذه هي البطوله بالنسبه لي، طلع لي لاعب يطلع عندي احسن من بطولات في الفئات السنيه. وين العقليه هذه تلقاها؟ بس خلوا يدور على البطولات في الان في الفئات بس السنيه، بس الفئات السنيه في الاخير هي يعني هي بطوله، خلينا نقول انه هي معنويه لا اكثر ولا اقل فقط، بس يدورون البطولات يا محمد. بس في فرق والله في ناس تشتغل، في ناس تشتغل بامانه كمان ما حنسمي ما انا يعني كل واحد يقول بدليل متحمل. يا كابتن يلا دحين كم سنه لنا؟ اعطيني لاعب طلع من القطاعات السنيه ولعب، اذا هو مو اصلا له سنتين مع الفريق الاول وبعدين لعب قليل 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 جدا.